كنتواجد بدوار ابراهيم حيت انا من الساكنه ديال دوار ابراهيم. خويا حنا مكرفسين من ناحيه النقل ما كاينش، ومن ناحيه الهشاشه اللي كاينه عندنا، لا طريق لا والو، ولادنا مكرفسين وكيتكرفسوا هنا مزيان في الدوار، ما كاينش ترونسبور، ما كاينش، خاصنا طريق تصاوب. عندنا الضو كلنا نهار بوطو شاعله فيه العافيه، حنا مكرفس والطريق مكرفسه عندنا. خويا عندنا الضو كيشعل في البوطوات، وعاد بنيت كان الضو شاعلين في البوطوات، حتى ولينا لدرجه ان خرجنا ولادنا معنا الزنقه، كيقولنا الديور غيتحرقوا بداك الضو شاعل في الخيوط. ولادنا ما بقاش كينعسوا. المواكن كيطلعوا فيها فينا، والطريق اخويا ما كاينش، والنقل ما كاينش، على قبل الطريق ما كيطلعوش لينا النقل. خويا ما كاينش اللي كيهضر علينا، ما كاينش اللي باغي يوقف معانا، ما كاينش اللي كيتصنت لينا ملي كنمشيو نشكيو. ومشينا شحال مره ومره شكينا وما بغاوش يتسوقونا. حنا بغينا شي حد يتلفت لينا ويديها فينا، حنايا ولينا في الهشاشه ومكرفسين. كيقول لنا انتم دخلتوا البلديه وحنا شي بلديه ما باين. كيقول لنا انتم وليتوا داخلين المجال الحضري وحنا شي مجال حضري ما باين. السلام عليكم، حنا من ساكنه ديال دوار ابراهيم. الضو البارح شعل في المراه، كل ما كان ولدي كره تحرقت، مضرورين بزاف في الدوام، مضرورين في الطوبيس، ما يمكنش حنا غنعيشوا في الرعب، ما كنعسوش دائما فايقين على الضو اللي يشعل فينا. شنو هو الحل؟ الحل خصكم تعطيو لينا انتوما، كننتخبوا كنصوتوا على المصوتين، كيطلعوا كنبقاو حنا في الخلا، شي حاجه ما درناها والو. المطالبات ديالنا هذا الضو يتصلح، الطوبيس يتصلح، الطريق تصلح، ما يمكنش حنا نعيشوا هذا الشيء كله في 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 الدوار، لا يعقل. دارنا الضو، دارنا الطوبيس، دارنا الطرقان، هذا الشيء اللي دارنا ولدي. ما نعسناش حتى الصباح، راه غير ولدي اللي مشى طفى ليها الضو المرا، راه غير ولدي ملي جاوا البومبيه ما داروا حتى حاجه، مشاو حتى الصباح عاد جاوا مالين الضو كيصايبوا. المناسبه اللي المنتخب اللي انتخبنا عليهم زادوا بحالهم، صافي دارونا حنا السلال اللي طلعوا علينا وزادوا بحالاتهم، صافي ما صورنا منهم لا حق لا باطل. غادي نديروا لكم ترونسبور ولادكم، غنديروا لكم هادي شي حاجه ما داروها لينا. شنو هو؟ شوف انت ولدي الحل شنو هو؟ يلا قول لينا انت الحل. من دوار ابراهيم. هاد الوينو كتكرفس علينا، لا راضي حتى هي البارح جاتنا قدرت الخيط شالت العافيه. هاد ما كاين لا طوبيس الا طرقان الا والو. حقوق الانسان فين هاد حقوق الانسان؟ حسن الموت ما كاينش، حسن نموت وحنا ما نبقاوش مكرفسين، تكرفيسه خايبه، تاخر درجه ما مديقيناش فينا. والسلام عليكم. حنا من ساكنه دوار ابراهيم، حنا بغينا يدار لنا شي حل هاد الضو اللي كل ليله شاعله فينا العافيه، كل نهار شاعله فينا العافيه اليوم ثلاث ايام. وحنا الثلاجه ديالنا دابا تحرقت ليا الثلاجه بقوه ما الضو كيمشي ويجي، وتحرقت ليا ديك النهار التلفازه حشومة هادشي. وشعلات فيا العافية في داري، الفوتون تقول لي مع الحيط وشعلات فيا العافية، والحيط راه محفور، كانت غنمشي أنا وولادي فيها، راه نقزوني غير الناس. واش هادشي كيوقع لكم ديما ولا أول مرة؟ إوا إوا كيوقعوا في البلايص أخرين، كيوقعوا هنايا هنا هنا هنا، يوقعوا في الدرب الآخر، يوقعوا في الدرب الآخر. البارح وقع عندي أنا، ولا عندنا الخوف ماكلينا ما ناعسينش. عليكم، حنا من ساكنة دوار إبراهيم، حنا خويا معذبين في الدرب هذا، قالوا لي إعادة الهيكلة دارش، قالوا لنا دابا شي 4 سنين ويلاه جاوا صايبوها. ملي دارش إعادة الهيكلة بغينا حنا، راه عندنا بزاف ديال المطالب، عندنا بزاف ديال المطالب بغيناهم في الدرب هذا، بغينا طريق، الضو على شحال عاد جاوا صايبوا لينا، وملي صايبوا لينا ما داروش خدمتهم ديما. هاي الله يلاه المرا هنايا شعلات لها العافيه. كون ما كانوش الناس ونقدوها، راه كان غتشعل في حوايجها بزاف ديال الحوايج. وما كيكذبوا علينا بزاف، طوبيس النقل كيجيبوا لنا طوبيس واحد ميل، طوبيس عوج كيجيبوا لنا، كيكذبوا علينا. الغربه دايرين لهم 1000 طوبيس من الغربه هما بنادم، وحنا اشناهو؟ حنا بغينا المطالب ديالنا تحقق لينا، وبغينا الامن القليله هنا اللي دزتي من هذه البلاصه هذه، القليله خاصو يمشي لك ديالك، ولا بزاف ديال الحوايج يخرجوا كريسيك، وبزاف ديال الحوايج. الامن خاصو يكون، خاصو قليله بوست هنا ديال انا اجي تشوف اللي بغى السلطات تطلع وتشوف غير الطرق كي دايره.
القليل اللي شري شي غير شي طوموبيل جديده ولا شي حاجه ما تدوش معاك شي عام كان تشرس ولا بزاف ديال الحوايج وخاص حنا وتهلكنا مع الطريق هادي حنا وتهلكنا بزاف ديال الحوايج الضو ما كاينش الا ضارب غير شي واحد هنايا وضرب شي ضربه خايبه الا عيطنا غير على لومبيلونس ما كطلعش على سبعة سنين تقدر تموت وهي ما غتطلعش والسبيطار واكبر سبيطار كاين في افريقيا اكبر سبيطار كاين في افريقيا كيمشيو يشريو القبص من عند ديبواش وما ولا مشيتي خاصك انت تخلص باش تمشي هاد السبيطار هذا ديال افريقيا دايرينو لينا حنا دايرينو للشعب ديال فابور ماشي غنمشيو نخلصو فيه خاصنا نمشيو نلقاو المطالب ديالنا خاصنا الحقوق راه حنت اكبر سبيطار في افريقيا لحد الان حنت اكبر سبيطار في وما بزاف ديال الحوايج بزاف ديال المطالب راه الدور عند اي واحد هنا في الدرباده راه غتلقاه خاصو بزاف ديال الحوايج وعلاش ما قادش يهضر حيت علاش ما كيطلعوش يشوفونا اش باغين ولا اشنو هو واقع وكنتمنى من ياك اللي دايرين هذا الشيء وعاش المالي طيب لا دراري مساكن كيمشيو لابسين يجيو من المدينه كاين العقابي والديور محروقين وفي المدينه بحال ما كاين حتى حاجه ما كاين والو كاين حتى حاجه خاص وليداتنا يشوفهم كي دايرين حالتهم خاص البوست ديال البوليس يكون ديما هنا ما كاينش وما كاين شي واحد يبغي يهضر يشقروا عليه بالحجر بالقراعي بالجاج خاص ديما يكون البوليس هنا علاش البوليس ما كاين منافين ما كيجيوش علاش خاصنا مالنا محرومين علاش كنا بوسط هنا ديال خاص مدرسه ما كايناش فينا الامن راه خاصو ديما هنا يكون شي وحدين كيبغيو على قولة الله اكبر كلمه الحق يدوا عليها الاذان خاص ديما البوليس كيكون هنايا ما كاينش خاص الطريق شحال حفره الا جينا عا بالليل عاد فوتو كدور جاو شي بولات دروك شعلوهم عند فاوتو على الدوار ونولي غادينا في الظلمه يجيو هنا يجريسي وكيجريسو بالماطر هنا حدانا حدا البركاسه دريه خادو لا تليفون دريه اخرى كرفصوها وخادو لا تليفون وحده ما صابش عندها ما حنو مرا وصيفطوها كرفصوا عليها وصيفطوها هنا حدانا حدا البركاس ما كاين حتى حد ما كاين حتى واحد والسلام عليكم خاصنا يعاونونا شويه والطوبيس كيمشي شي واحد يجيو في العشيه شوف الطوبيس كيف مشى في الثمانية ثاني يمشي الطوبيس عوج ما كاينش كل شيء الله يستر وصافي خويا مع الصباح مع الثمانية ما كاينش ترونسبور ما كاينش ترونسبور بسيبة نهائية ما كاينش وسائل كاين غير التكرفيس هنايا وشحال مرة مشينا وهضرنا وما تسوقوناش مشينا للمقاطعات مشينا للبلدية طلعنا للعمل وما تسوقوناش المطالب ديالنا خويا يديروا لنا النقل ويديروا لنا هنا الأمن ما كاينش وما بقاوش مهمشين بحال هكا مكرفسين يصطابوا لنا على الأقل هاد الخيوط ديال الضوء تهما اللي كل مرة شاعل الضوء هنايا كل مرة العافية شاعلة تصور غير مرة لا مرضت هنايا ما كاينش حتى لومبيلونس كتطلع ما يمكنش وعرفتش هاد البلاصه دخل قال لك دخلت المجال الحضري وهي ما فيهاش النقل علاش ما كطلعش لوبيلانس هنا ما عارف علاش وهي دخلت المجال الحضري حنا المجال الحضري يعني خاصها تكون الامن يكون كل شيء هنايا ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء خاصنا الامن غير الهضره غير الوعود الكاذبه كل مره كيقول لك غنديروا شي حاجه ما كاينه التطبيق ما كاينش الهضره كاينه اما التطبيق ما كاينش الهضره كاينه والتطبيق ما كاينش ديال البوليس لا خويا راه كل شيء اي حاجه كتتوقعها كاينه هنا في هاد الدوار اي حاجه كل شيء تخطر على بالك كريساج اي حاجه علاش حيت ما كاينش الامن واش الامن ملي كطالب به كيقول لك ما يمكنش يطلع تما هو محسوب عليه هاد البلاصه راه محسوب عليه هنايا هاد البلاصه دخلت المجال الحضري يعني خاص كل شيء يكون فيها حتى حاجه خويا ما كاينه من هاد الشيء حنا مكرفسين بهذا المفهوم مكرفسين وكنطالبوا من السلطات ومن الناس اللي كيشوفوا انهم يساندونا يعاونونا يتعاونوا معنا حيت حنا شكينا من امام سيادتكم عادي المرات كنشكيو ما كيتسوقوناش هذا الشيء اللي كنطالب اخويا بغينا هذا الشيء يوصل للسلطات ويوصل للناس هذا عار والله الا عار
Thank you.